السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم المهندس محمد حسن من قناة نسمات زراعية. زراعة الزيتون من العقل. العقل طولها تقريبا من 15-20 سنتي لنص متر، ما فيش أي مشكلة. الأفضل تكون سمك العقل من سنتي إلى سنتي ونص. بعد ما أخذنا العقل بطول تقريبا 35 سنتي بنزرعهم إن شاء الله في المراكن حقتها، وبعد كده بنشوف إن شاء الله بعد 3 شهور بنصورها. التربة لازم تكون لينة. بس تمام، خليها من ده. تقريبا بعد 4 شهور من الزراعة بالعقل صار حجم الشتلات كده.